السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومستمعينا إلى رحاب حلقة جديدة من برنامج في بيتنا الثاني. مثل ما تعودنا نحن وياكم وبرحاب كل حلقة نتعرف على موضوع عن طريق بعض الكلمات أو الإشارات اللي بتكون موجودة على اللوح، منجرب نربط بيناتها لنوصل لعنوان الحلقة. نبدأ بالمثل الشهير والشائع اللي بيقول اللي بينكسر ما بيتصلح، ولكن مش كل كسر سلبي. احيانا مثلا كسر الجليد هو عنصر ايجابي، وخاصه بالامتحانات وبالعلاقه ما بين الطالب والاستاذ. ولكن بظل الشاشه الالكترونيه اللي خلقت حاجز جديد ما بين الاستاذ والطالب، ما ادى الى رفع صوت الاهالي وكسر حاجز الصمت عندهم، واعتبروا انه الامتحانات بالعديد من المدارس ما عم بتكون منصفه، فعلى اي اساس عم نقيم التلميذ؟ وهذا راح يكون موضوعنا بحلقه تحت عنوان تقييم التلميذ في ظل الأونلاين. ولهذه الغاية يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الأستاذ والتربوي فايز جلول، وكذلك سترافقنا الأستاذة والتربوية والأم لطفلين الأستاذة زينب عساف رفيق. أستاذ فايز وأستاذة زينب، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا بحضوركم ومشاركتنا في هذه الحلقة. اليوم عم نتحدث عن الامتحانات في ظل الأونلاين. يمكن عادة أستاذ فايز فترة الامتحانات هي فترة تأهب بكثير من البيوت، استنفار عام، وفي كثير أهل يمكن بيعطوها حتى أكبر من حجمها، فترة قلق، فترة ضغط وصولا لنهاية الامتحانات لحتى يشعروا الأهالي والأبناء بالاسترخاء والطمأنينة يمكن. فما بالنا لما عم نتحدث اليوم عم تجرى الامتحانات بظل أزمة صحية وإلى آثار طبعا نفسية وأيضا أزمة اقتصادية، هيدا الأجواء قبل ما ندخل يمكن شوي على الامتحانات وكيف عم بتتم، برأيك كيف بتشوفوا المشهد بقراءتكم للبيوت وما في داخلها؟ كيف بتشوفوا المشهد اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. شكرا كمان للاستضافة. أكيد هلأ موضوع نحن كنا دائماً نتمنى أن الامتحانات تكون حضورياً وداخل المدرسة وبالطريقة مثل ما كانت تصير قديماً، ولكن نحن بظرف استثنائي فرض علينا مثل ما فرض التعلم عن بعد، فرض التقييم والامتحانات عن بعد. الجو اللي عم تقوليه هو يمكن يعني الأهل بيتوتروا أكثر من الطلاب نفسهم، وهن اللي بيخلقوا هذا الجو. طبعاً أنا مش عم نعمم على الكل، لكن بالنسبة الكبير الموجود الأهل بيصيروا يحسوا أنه يعني في عبء أو في شيء على التلاميذ أكثر، فبيحسسوهم بهذا الخوف والتوتر وبينقلوا الموضوع. أما نحن اللي بنجارب نعمله كمؤسسات تربوية نخفف من هالمشاكل، لأنه إحنا فتنا بمشاكل تقنية، أما العملية التعليمية هي التقييم، موجود ضمن العملية التعليمية، هو جزء من هالعملية، ما فينا نبعد عنه. ما في تعليم بدون تقييم، يعني إذا أنا بدي أقول للأهل من دون ما نعمل امتحانات، طب ما هي بكون أنا عم بخرب العملية التعليمية بحد ذاتها. هو جزء أساسي من العملية التعليمية، ما في تعليم بدون تقييم، لأنه ضبط التعلم وضبط التعليم ودليل التعلم إذا نقول هو بالتقييم، نتيجة يعني أنا إذا بقول دليل، صار في دليل على التعلم. والتقييمات أنواع، هلأ بنحكي شوي بالحلقة، ولكن الأساس هو الأهل هن شركاء لنا، مثل ما نحن عم نجرب نطمئن الولد انه نحن هذا مش بس هدفنا التقييم هو الدرجة اللي هتطلع والعلامة اللي هتطلع، لانه هذا المفهوم التقليدي اللي عند الأهل وبعده سائل وبعده سائل. نحن عم نجرب كتير نشتغل لنطلع من هذا المفهوم، في كتير مصادر لنحن نقيم مستوى التلميذ، ولكن هو جزء واحدة منهم هي هالامتحانات. نعم، بعضهم الأهل والتلميذ بعدد منهم بياخذوا هذا الموضوع انه هو كتير خطر وكتير بخوف، فبيعملوا هالبانيك هذا او بيعمل هالخوف، وعم تزيد عنهم انه انا اونلاين. طبعا الى مشاكلها الثانيه. فنحن كنا عم نجرب لما بدنا ننظم للامتحانات ومستفيدين من كل تجربتنا السنه الماضيه وهلا، نجرب نحول شيء شبيه بالشيء اللي كنا عم نعمله داخل غرفة الصف. وهلا اذا بدك منفصل اكيد أكثر، رح نفصل كيف أكثر تنظيميا لنقدر نوصل لمرحله يحس الولد بالطمأنينة، وبنفس الوقت كسر هالجليد إذا بدنا نقول، والحاجز اللي بينه وبين الأستاذ أو بين المعلمة كمان. وجود هذه الشاشة نعم حلو كثير. يعني النقطة اللي حضرتك بديت فيها أستاذ فايز بموضوع أنه الأهل هن أهم شيء بالنسبة لهم العلامة، هون لنرجع كمان نفوت أكثر بالنماذج اللي بتشوفيها أستاذة زينب. يعني الولد عايش أزمة العلامة والامتحانات،
ما قبل الامتحان وبفترة الامتحان وريثما تطلع نتيجة الامتحان، ومن بعدها كمان في عنده ترتيبات، سواء كانت النتيجة تراجع أو كانت النتيجة غير مرضية للأهل. كل هذا التوتر قد ايه ممكن كمان يخلق أزمة إضافية على الأزمات اللي أصلاً عم بيعيشها الطالب اليوم؟ مظبوط، هو إحنا الفترة اللي عم نمرق فيها هي مش سهلة أبداً، فكيف إذا هي كانت فترة امتحانات؟ يعني بالإضافة للجو المشحون، الدرس أونلاين والدرس والإنترنت والكهرباء وعدم توفر الوسائل الإلكترونية المطلوبة للتلاميذ وللأهل وضغط الأولاد بقلب البيت وكل هذه الصعوبات اللي عم بيواجهوها، فهو إجا الامتحانات، فترة الامتحانات ضغط زيادة على الأهل وعلى التلاميذ. هون هو في دور للأهل إنه الأهل هن قد إيه قادرين يخففوا عن أولادهم ما يحسسون عن جد بهذا الضغط، ودور المدرسة كمان ما يحسسوا إنه الامتحان هو مثل قبل، يحسسوا مثل مسألة بيوقف عندها الطفل. أوكي نحن بنوقف عندها لحتى نتابع، لحتى نقدم شو عنا، لحتى نراجع شو أخذنا، لحتى نقيم أنفسنا، يقيموا التلاميذ المعلمات، يقيموا تلاميذهم، بس هي منه مرحلة فاصلة للتلميذ تنهي شيء، هو أنت مكمل، ما أنت عم تعمل امتحان حتى تلاقي نتيجتك، تشوف وين أغلاطك لتعيدها، لتراجع وين في تراجع، وين في عندك نقص لحتى ترجع تقوي التلميذ تعليميا. فهذه النقطة هي مهمة لحتى الأهل يفهموا إنه هي منا نهاية الدنيا، امتحانات أوكي هي فترة وبتقطع، حيكون في توتر، حيكون في تعب، حيكون في قلق، حيكون في سهر، حيكون في نظام جديد للبيت بطبيعة الحال. صحيح. ولكن هي فترة وبتقطع، فقد ما فينا نهونها على أولادنا لأنه كتير بيأثر سلبا على الولد. بالفعل. وحتى ما في شك، نعم. ما في شك الحالة الاجتماعية والاقتصادية اللي عم بيعيشوها الأهل، كل هذه التراكمات. صحيح. يمكن عم بيلاقوا منفذ يعبوا ويفشوا خلقهم فيه. فعم تطلع بهذا المحل، يمكن لو كنا بمكان الأوضاع الاقتصادية أريح والوضع الاجتماعي كمان للمجتمع اللي نحن فيه مرتاحين أكثر، كانت أكيد نظرتهم بتخف. يعني هل رفض ببعض المطارح بخف كتير. صحيح. لأنه يكون تأمل لهم، وحتى صار الأهل بيعتبروا كمان أنه أنا عم بدفع عليك هالمبلغ الطائل بالوقت اللي يدوب عم نلاقي ناكل، وأنت كمان عم تلتهي، والأشكال اللي عم نشوفها بنماذج الأونلاين بالتعليم. أستاذ فايز، عولت الكثير من المدارس على فكرة الدمج، أنه بناخد التلاميذ فترات متقطعة، ولكن اللي صار جرت الرياح بما لا تشتهي السفن. صحيح. وبالتالي نحن وصلنا التعليم المدمج، التعليم المدمج، وبالتالي رحنا رجعنا للتعليم عن بعد. صح. هون قديش أرخت هيدي الفكرة أثار أو أثقال إذا بدي أقول على الهيئة التعليمية اللي كانت ماشية بهذا الخطة وتقريبا يعني مأمنة فيها، خليني أقول، وفجأة صار في عنا انعطاف. هلا أنا بحكي بتجربتنا كمدارس المبرات. نعم. يعني من أول يوم لهالسنة كنا مخططين، مشينا بثلاث مسارات بالتوازي إن بارلل، لأنه كنا شايفين إنه بيوم الأيام بدنا نوقف، يكون المسار البارلل له أو التوازي ماشي بنفس الزخم. فمشان هيك كنا ماشيين إنه التعليم المباشر أونلاين الفيرتشوال، والتعليم المدمج، والتعليم عبر المنصة كمان ماشيين بنفس التوزيع. واللي عملناه يمكن نحن طريقة أنه استعملنا شيء اسمه استراتيجية صف المعكوس ضمن هالتعليم المدمج، بشكل أنه قسمنا شيء يوم الحضوري بالمدرسة بيكون عم يشتغل معه الأستاذ وعم يعطيه فيدباك وتغذية راجعة وعم بيناقش شيء الولد حضره بالبيت، وحضر فيديو، حضر أي شيء، فالمعرفة والاكتشاف شافهم بالبيت، اجى على المدرسة طبقهم، وعملية مستمرة. نعم. تاني يوم بنفس الطريقة صار في عمل منزلي وعمل صفي وعمل منزلي وعمل صفي متقسمين بشكل كل يوم بيوم، وهذا الشيء سهل علينا انه شو تنظيم امورهم بالبيت. فلما صار في الانقطاع دلت الشيء اللي كان مطلوب منه عمل منزلي هو عمل منزلي وعم بيقوم فيه، والعمل اللي كان مطلوب فيه بالصف طلعنا معه بشيء اسمه ملتقيات، يعني أونلاين بشكل فيرتشوال مباشر، قدرنا نعود الحضور بشكل حضور مباشر، وخففنا الأعداد خصوصا بالمراحل الصغيرة. يعني صار يطلع مع ما بقدر أحط بالصغار أنا مجموعة كبيرة من التلاميذ، فصارت أعداد كتير صغيرة لنقدر نكسر إذا بدي أقول الحاجز عند التلاميذ، لما بيكونوا قليل بيقدروا يتجاوبوا أكثر، والمعلمة تقدر تشوف يعني كل تلميذ وتلميذه، تقدر تعطيه الفرصة ليشارك. صح. ليحكي ليعبر، وبنفس الوقت هو هذا نوع من التقييم المستمر. أنا لما
إذا بدي أربط باللي عم نقوله أنا لما التقييم مش بس هو التقييم الامتحان النهائي هو كل التقييم المستمر أنا عم بشتغل حتى أتأكد إنه هذا الشيء تحققت هالهدف اللي عم بعطيه. فأنا أي شيء عمله الولد هو نوع من التقييمات. حتى نحن عرفتنا بشيء الشفهي قدرنا نعمله تقييم نوع من المسح القرائي، يطلع الأستاذ one to one يعني مع التلميذ ويطلب منه يقرأ ويطلع منه ضمن المعايير المطلوبة. فهذا كمان هو جزء من التقييمات يعني الأساسية. أستاذة زينب، يعني حضرتك تربوية مدرسة وأيضا أم لطفلين مثل ما أشرنا الله يخليك يون. اليوم أثناء التحضير للامتحانات إذا بدي أقول قديه حسيتي أنه الجو بالبيت أنه والله ابنه مدرسته هي عبارة عن يمكن الغرفة القاعدة، بيروح من غرفة القاعدة للصالون ولنقول أو العكس، بنفس الوقت عم يدرس بالبيت، نفس الوقت عم بيحضر بالبيت، نفس الوقت عم يخضع للامتحانات بالبيت. قديه هذا الجو قبضوا الولد جد سواء طلابك أو سواء أولادك بالتجربة بالبيت؟ بداية أولادي كان أول شيء موضوع أبدا ما أخذوا جديا. أول شيء في وضع كان صحي بالبيت، وضع صحي حتى بالمجتمع ككل. يعني حتى في من رفقاتهم كان عندهم كمان مثلا لقطين الفيروس أو شيء، فهني كانوا عم بيحاولوا مثل يتحججوا انه ماما نحن ما حنعمل اكزامز لانه نحن مريضين، او ماما نحن تعبانين، او يمكن ما نلحق، او نحن تاخرنا على البرنامج. هذا كله قد ايه انا قدرت لا فرجين انه ماما رغم كل شيء نحن بنقدر نقدم امتحانات. وفرنا جو البيت. اكيد بدنا نرجع لموضوع اللي كثير عانينا منه، كل الاهل عانوا منه واشتكوا منه من اول الحجر، موضوع السهر. انه الاولاد ما كانوا عم بيناموا بكير ابدا ولا ببيت، وبعدهم بكثير من صحيح فتره الامتحانات فتره الامتحانات اضطرينا نحن انه انت بدك تنام بكير لانه بدك تفيق بكير، لانه انت مضطر تكون بكامل نشاطك وقواك لحتى تقدر انت تركز عن جد بالامتحان. بالنسبه لتقسيم الغرف، يعني ما بخبرك كمعلمه كمان كنت عم تابع مع تلاميذي وكمان اولادي، كل حدا كان بده يتابع مع معلمته. كان الوضع صعب بس قدرنا نحن بالتنظيم ان شاء الله، وبال يعني حاولنا قد ما فينا مثلا نتواصل مع المشتركين من عنده انترنت انه بهيدا الوقت حاول تقوي لنا اياه وما تقطعه. كمان هيدي اشياء شوي بتساعد نحن نفكر شوي انه شو هي الاشياء اللي بتقدر تساعدنا نحن حتى ما نوقع بفخ ان كان الانترنت او الكهرباء او الاجهزه الديفايسز الالكترونيه نحن عم نستعملها. فبدها شويه كانت جهد وتعب وجهد اضافي عن جد فترة الامتحانات وجدية. أهم شيء يكون تعامل جدي إنه نحن اليوم بدنا ننام بكير، ما في مجال للموضوع بدنا ننام بكير. هلا هي لو وقفت بس على يمكن فكرة النوم، إنه بجربوا الأهل يرجلوا شوية صغيرة، بس قلنا في عنا الضائقة الاقتصادية. صحيح. ضغط الأهل بيقولوا كمان نقصنا بعد ضغط الأولاد. ونحن أستاذ فايز شفنا كتير نماذج والأهالي عبروا كتير، يعني الولد بيكون قاعد بنط من كنباية لكنباية، ولد عم يتشقلب بنشوفه عم يعمل سبور وهو قاعد. فهذا قد ايه ممكن يقدروا الاهل يضبطوا لمعلمه بتصير تشتكي انه مش عم يقعد الولد مكانه والام وايله بدها، يعني خلينا نرصد هذا الجو. قد ايه انا لما بدي احكي عن فتره التدريس هي بهذا الشكل، لما بدي اروح لامتحان انا كيف بقدر اضبط هذا الولد اللي هو اصلا قاعد؟ صحيح. نعم. هي معاناه منا سهل، يعني منه ابدا سهل، لا على الاهل ولا على التلاميذ ولا على المعلمين والمدرسه. فهي اكيد قلنا بالبدايه هي شيء استثنائي ونحن عم نتعامل مع هالاستثناء. هلا لما بتجي بتقري وبتطلع بكل دول تانية وتشوف قديش في دول يعني متطوره اذا بدنا نقول من ناحيه التكنولوجيه وما عندها المشاكل اللي نحن واقفين فيها ونفس المعاناه عم بيعانوها، يعني بتقري بتلاقي نفس اذا بتقري اي ارتكل باوروبا او بامريكا بتحسي حالك عم تحكي عن المدرسه اللي انت فيها، يعني حتى من الامثله اللي بيعطوك اياها، فبتحسي انه هذه المعاناه موجوده وين ما كان. ما في شك حتاثر على الناحية يعني الاجتماعية، الشيء الاجتماعي عند الولد في تأثيرات كثيرة، وهذا شيء يعني عم نشتغل عليه لنقدر نعوض له موضوع يعني التفاعل وشو بيتعرض الولد بالمجتمع وبالمدرسة. ويعني بالنهاية المدرسة هي نوع من المجتمع صغير وقديش بيتعرف، هذا عم يخسرها كل الولد، فهذا صحيح. عم يتأثر وانت محطوط قدام هالغرفة والشاشة كل الوقت. فالتعاون وال يعني هيك نقول المرونه من يعني المرونه مع الاهل ومن الاهل لتلاميذهم كمان يراعوا هذا الموضوع ليقدر يتحمل الولد يقعد هذه الفتره. ومن ناحيه المدرسه كان شويه المرونه انه الاوقات تتنظم بطريقه تندرس اكثر، انه اذا عندنا ثلاث اربع اولاد بالبيت
مش كون كل الأوقات يعني كل الصفوف بنفس الوقت لأنه أي عائلة إذا بدنا نقول معدل عندها ثلاثة أو المعدل الوسطي ولدين أو ثلاثة يعني هن بحلقات مختلفة. إذا أنا بدي نظم لهم بنفس الوقت فمعناتها بدهم يكونوا جهازين أو ثلاثة هن بنفس الوقت. فراعينا هذا الموضوع إنه وزعنا شوي أوقات الامتحانات نقدر نراعي تقدر كل ولد يقعد بغرفة وحتى نحن عم نراعي إنه في عنا مناطق يعني تعرف المدارس المبرات منتشرة جغرافيا فمشكلة الإنترنت هيدي هي أكبر مشكلة ودائما صرختنا عم نقول للدولة إنه يعني يا ريت يقدر يأمنوا شيء للمدارس ولأهالي التلاميذ لأنه هيدي هي يعني أصعب بتسائب يعني إنه أوقات امتحانات تطلع لها عاصفة معينة بتعزلك أكثر يعني هيدي نعم. بتصير بتزيد من بتزيد من المشاكل بالفعل. المشاكل عملنا شيء نحن الامتحانات تصير ضمن غرف يعني أونلاين ولكن ضمن غرف مع مراقب مع التلاميذ لكل مجموعة من التلاميذ في لهم معلم هو سميناه المعلم مراقب تنظيم لأله لأنه هو عم بحس التلميذ معه مش بس نحن هدفنا هو ضبط يعني مراقبة التلميذ لحتى يشوفه هذه واحدة من الأهداف كانت والتاني أنه التلميذ حس حاله هالمرة قاعد وفي معه أستاذ إذا في عنده أي شيء دغري مباشرة عم يتواصل معه انقطعت الانترنت عنده انقطعت الكهرباء صار مشكلة عنده سؤال مش واضح مثل ما كان بامتحاناته العادية بيدخل المنسق أو مدير الحلقة بيدخل عند التلاميذ بيطمن عنهم بيحسسهم أنه يريحهم فعملنا بهذه الطريقة نفسها ولكن أونلاين ولكن فيرتشوال هيدي كتير عم تحس الولد أنه قريب من العملية أكتر أنه قريب من العملية مش قاعد بس مش قاعد بجمود وراء الشاشة عم يعمل الامتحان بدون أي تفاعل معه ولكن هون استاذ فايز ما بتحس يعني انه هو من العناصر الاساسيه يمكن بالوجود المراقب سواء بالصف او هلا عم نحكي انه كمان اونلاين هي موضوع الغش واليوم قديش برز موضوع الغش اذا عم بحكي انا انه الام عم بتنقل ابنها يعني مثلا هذا اكيد صح. يعني العديد من المعلمات بيقولوا بنسمع جواب الام بديناينا صح عم يضرب يمكن منظومه قيميه كثير كبيره عند الولد الام يمكن مبسوطه او الولد مبسوط انه عم بيصير في تعاون ولكن هو بالاخير عم يتعلم انه يكون غش بالمستقبل ولكن هذا كمان قد ايه انا لما عم بتعامل مع بيئه صارت يمكن فلتت الامور منها صحيح طبيعه الحال لما هن ما عم يجوا على المدرسه بطل في هذا النظام اللي نحن كنا والقيم اللي كنا عم نزرعهم بالطلاب يعني طبيعه الحال لما اكون انا عم افتح كاميرا مع تلميذ بسال سؤال والتلميذ ما بيعرف دغري بيبرم عند امه دغري ما بيفتحوا الميكروفون ما يسلقوا الجواب ويجاوبوا هلا هون نحن فينا ما فينا نقول كثير انه غش لهي كمان قد ما الام بتقدر هي تحاول يعتمد على نفسها انا قلت لها شكرا انه عم تساعدي بنعطيه شويه وقت يحاول خلي الطالب يحاول ما هو بيعرف ثلاث ارباع الاشياء ما هو دارسهم صح عم يحضر الفيديوز التعليميه وعم يشارك معها باللقاءات الوجهيه يعني هو المفروض عنده كل المعلومات فنعطي فرصه شوي لاولادنا هن يعتمدوا على نفسهم بس ما يعرفوا اخر شيء نحن نقدم يد المساعده هي كمان قلت لك الام هي بدها ساعدنا أكثر بهذا الموضوع يعني نحن بدنا نكون طيب بناء على ذلك أستاذة زينب وأستاذ فايز بناء على ذلك أنه هذا الواقع موجود بالعديد من البيوت يعني اليوم نحن بنعرف أنه حتى بامتحانات الأونلاين العالمية في كتير شروط دقيقة لينقبل تنقبل الشهادة أو لا اليوم في عنا أنا عارفة أنه والله الولد بكل رياحة قادر يزيح عن الكاميرا يتنقل أو بكل رياحة قادر يكتب ورقة على جنب أو بكل رياحة الأم ممكن تساعده أو خيه الكبير أو ما شابه اليوم أنا على أي أساس بجي بعتبر أنه هذا التقييم هو تقييم جدي وقد ايه بقدر احط له علامه لا اكيد يعني بس بدي اقول شيء اللي كان عم تقوله الاخت انه موضوع نحن بنعول كثير على يعني وعي الاهل للشيء اللي عم يعملوه باولادهم لانه اول شيء موضوع الناحيه القيم الأخلاقية اللي انا عم علمها اياها اي قيمه انا عم بعطيها هيدي شغله ثاني شيء عم هزله ثقته بنفسه لانه هذا الولد لما انا بتعود في حدا مين يجاوبه ويساعده صحيح. مع الوقت حتتاثر ثقته لما يرجع على المدرسه العادي ولما يرجع على الحضور حيصير عنده نوع من هالخوف انه انا لحالي اقدر جاوب واقدر وفي امثله كثير يعني من في مطرات اوقات بنصير نترجى الاهل انه رجاء بعدوا عن الكاميرا وبعدوا عن الشاشة يتركوه لحاله يجاوب لأنه نحن آخر شيء مش هدفنا هالرقم اللي بيطلع بهالعلامة لا يعني هدفنا تربوي أكتر وتعليمي لنطمن على قديش تحقق ما في شك كمان مراعاة المراحل العمرية نحن يعني تلاميذ الحلقة الأولى كان لهم وضع تاني مختلف يعني التقييم النوع من الكونتينيوس اسسمنت تقييم مستمر ما فيك تحطي ولد بصف اول او تاني وتحطيه يكتب مثل ما باقي الصفوف كانت الامتحانات بشكل خطي للرابع وما فوق اذا بدنا نقول حلقه تانية وما فوق الحلقه الاولى كانت اكثر هي نوع من التقييم المستمر فوعي الاهل
نوعية الامتحانات كمان إلى دور، يعني نوعية الامتحانات قد ما فينا بعدنا عن الأشياء المعارف الدايركت المباشر اللي بيقدر يجيبها من أي كتاب. الأسئلة بحاجة لأنه يفكر تحليل. ويحلل فيها بس أنه نقدر نقول لك نضبط موضوع الغش بشكل كامل مستحيل، يعني ما حدا بيقدر. كل ما كبرنا بالمرحلة العمرية كل ما بتصير من الأهل نفسهم فالأهل 100%. هلأ أكيد موضوع أنه لحتى نضمن بقى مصداقية وموضوعية النتائج بتطلع نحن عم نعمل شيء اسمه، يعني عم نقارن نتائجنا مع نتائج العام الماضي لنفس التلميذ. يعني هذا التلميذ كان العام الماضي عندي بهذا الصف بامتحان بنفس المرحلة، إذا عم نقول امتحان نص السنة، أو مع هاي السنة بصف تاني صار بصف المتقدم، عم نقارن نتيجته بشكل كان إذا في فرق كبير إن كان متقدم أو متراجع، لأنه يعني مش كل التلاميذ يعني هن طلعت نتائجهم زيادة يعني عالية ومتقدمة جدا، لا في تلاميذ وخصوصا اللي هن جديين واللي كانوا مستواهم جيد في بعض المطارح طلعت عندنا نتائجهم لا متراجع. فهيدا قبل ما نصدر أي نتيجة طلبنا من الكل أنه بينعمل مثل دراسة لكل تلميذ بتلميذه بهالحالة منفوت فيها دراسة. أكيد بتاخد جهد كتير كبير من القيمين يعني معلمين ومنسئين والإدارة، ولكن بالنهاية مصلحة التلميذ هي الأساس. فبتعملي هالمقارنة وبتشوفي إذا صار في فرق كبير إن كان بالتقدم أو بالتراجع بيرجع بيعمل مثل إجراءات تانية، بيطلع مع الولد ملتقي يعني أونلاين معه بشكل فردي وبيتأكدوا منه من بعض المعلومات، بيرجعوا بيسألوه كم سؤال ليتأكدوا إنه هو يعني كان لسبب من الأسباب ما قدر عبر أو ما قدر عالج الامتحان بالطريقة المناسبة بوقتها. فنطمن على مستوى وإذا متقدم أو متراجع فقدرنا نعمل هذا الشيء لنضمن موضوعية ومصداقية لهالنتيجة يلي وحتى هذا قبل ما نعمل نفسية عند التلميذ. أستاذة زينب قبل ما نبدأ الحلقة كنت عم تقولي لي عن بعض النماذج من الطلاب عندك إنه كانوا متفوقين معدلهم 19 تفاجأتي انه 15 وهذا اثر كثير عليهم نفسيا. هلا هو اثر نفسيا لانه الولد بيكون معود على ليفل كثير عالي وفجأة لقى حاله انه عن جد نزل كثير قوية. هو بنرجع نقول هو الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي وكل شيء كله بده يأثر طبيعي على الولد. هلا الحمد لله انه هو بده يحاول الاهل والمدرسة يعطوا ثقة للولد انه انت قادر، ما انت طول عمرك هالسنين شاطر وبتجيب معدلات عالية، انت قادر تكمل. هو مرق عليك هيدا الظرف، انت تراجعت، انت بترجع بنشوف وين الضعف ونقاط الضعف وين تراجعت، وين فينا نرجع نحن نرمم الاشياء اللي هي كانت انت متراجع فيها ومؤثر فيها، وان شاء الله بنكمل والفصل الجاي بتعود. هذه لازم تعزيز ثقته بنفسه انت قادر. ما فيك تعتمد التلميذ كأرقام، يعني كل حاله بحالتها بدك تفوتي فيها خصوصيتها. مثل ما عم تقول الاخت يعني يمكن حاله صار عندهم وضع صحي، لانت عارف كل العالم عم تمرق عليهم فترات، يمكن البي والام صار عندهم يعني يصيبوا فيروس كورونا، فهذا اكيد حيأثر، يمكن الولد نفسه صحيا تاثر. فلما هالشعور بين يعني بين المعلمه وبين المربي مع التلميذ اول شيء بحسسه بالراحه وبالطمانينه وبحس انه هي مش هذا، ومع الوقت بصير يزيل الخوف من الامتحان، بيعرف انه مش هذا الامتحان هو اللي حيحددني مصيري لانه هاي المدرسه عم تتعامل معي بهالطريقه هاي. واخر شيء بيطلع عنا شيء كمان موضوع، يعني اخر شيء بدل الاولى في نتائج الى حد ما نقدر نعتبرها واقعيه الى حد ما. ودائما حيكون في مبادرات، يعني دائما حيكون في. يعطيكم الف عافيه وعن جد تحيه لكل الجهود اللي عم تبذل بهذه الفتره. رح نروح لاول مغلفاتنا اللي هو المغلف الازرق مع فقرة مع أم ضد. لو سمحتوا في حدكم بطاقات من جهة مع ومن جهة ضد وفقا للبطاقات الملونة اللي معي. ببدأ بالبطاقة الخضراء مع أم ضد. وفقا لكل شيء اللي حكيناه لحد هلأ من الظروف استثناء الأطفال ذوي الصعوبات والحالات الخاصة من الامتحانات أونلاين لتخفيف الضغط عليهم وعلى الأهل، مع أم ضد؟ ضد. ليش ضد؟ ليش؟ لأنه بدنا نستثنيهم، لأنه هن إذا تلاميذ عندهم ذوي صعوبات تعليمية هن عم بنعمل لهم نوع من الأدابتيشن، نوع من التعديل للامتحانات. فبالعكس إذا أنا بدي استثنيهم يعني أنا عم بظلمهم، عم بعطيهم شيء، عم حسسهم بالاختلاف. نحن كل شيء عم نشتغله بكل هالسنين اللي انشغلنا والحمد لله صار في وعي بالمجتمع يتقبل هذا الشيء، إنه هن مثلهم مثل غيرهم عندهم صعوبة بمادة معينة بمهارة معينة، عندهم صعوبات تعليمية وكلنا كل حدا فينا عنده، ولكن في عندهم صعوبة بالتلقي كمان عن بعد. يعني هذه النقطة مش بس لأنه هو والله عنده يمكن مستوى القدرات أخف فينا غيره، فينا تخفيف شوي من وقت الامتحان، من تخفيف الكم فينا. بس أنه أنا ضد أكيد إلغاء الامتحانات بشكل كامل. أكيد هون المعلم المساندة بدها تكون موجودة متواجدة يعني أونلاين معهم بشكل
أكثر وعلى شكل مجموعات أصغر، يعني ما بده يطلع معه ما مع عدد كبير لتقدر تراعي لقاءات فردية ممكن. إلى حد ما تكون لقاءات فردية أونلاين ليقدر نطمن على تقييمه، ولكن إنه ما يستثنوا من الموضوع لا. طيب بنروح للبطاقة البرتقالية كمان مع أم ضد إلغاء الامتحانات لبعض المواد الثانوية أيضا لتخفيف الضغط، في مواد ممكن تستثنى وحتى هذا في صرخة عند الأهل، مع أم ضد؟ هلا أكيد أكيد مع، بس يعني عنوان كبير يعني بحاجة ليكون مفصل. طيب رح نسمع تفصيل من عندك بس خلينا اسمع رأي الأستاذ. أنا أكيد مع، لأنه هو أساسا نحن معارضين على المنهج التعليمي بلبنان أساسا، يعني في كتير مواد فيها حشو صراحة، فيها حشو، في أشياء بلا فايدة بس حفظ مجرد ضغط على التلميذ، فأكيد 100% مع تخفيف المواد الاستثنائية. أكيد بوافق باللي قالته، يعني نحن بده يكون يعني المنظومة كلها بالبلد هي من يعني على مستوى وزارة التربية والمركز بعدهم يعني ماشيين بنمط كتير قديم، وبالدول كلها تغيرت كتير للأسف. دول صار في نوع من الاختياري من المواد باختياري، ومش كل المواد يعني يمتحن فيها. طيب يعني نروح لآخر، بس هذا بحاجة يعني النظام كله، هو إذا كل واحد ناطر الثاني بقى يبادر رح نضلنا بنفس النقطة على فكرة، ما فيك تبلشي بمحل من جزء بالنص بكل أسف. طيب آخر بطاقة هي البطاقة الصفراء مع أم ضد إلغاء مبدأ الرسوب هذا العام لأن أي طالب أو أي تلميذ أنه في عنده ظروف معينة أصلا، يعني الترشيع إذا بدي أقول مع نظام الترفيع يكون شبه آلي أو يعني هذه أنا مع ضد. أنا لا مع ولا ضد، يعني أنا ما عرفت شو بدي، هذا سلاح ذو حدين. يعني إذا نقول ترفيع، السنة الماضية صار في ترفيع آلي للكل، وبيبين أثره بعد سنة وبعد سنة تانية وبعد كل ما الترفيع المدرسي يترى. أنا مع أنه ما يصير مثل هذيك السنة يكون ترفيع عالي من الوزارة حكم للكل. تترك للمدرسة تقيم وترفع بحسب تقييمها لوضع التلميذ ولكل تلميذ، ومثل ما حكينا المدرسة ومؤسسة تربوية كتير عم تشتغل، يعني مش بس نحن، عم بيكونوا عم بيراعوا كل تلميذ بتلميذه شو وضعه ويدرسوا له نتيجته. بس آخر شيء في ناس ما بدها تلتزم، ما بدها تتعاون، ما بدها تشتغل، هذا بيكون ظلم للتانيين اللي بادروا وحاولوا. نحن هون بالترفيع ما بنقول انه والله، يعني في تلميذ هو واهله عم بيجربوا ويشتغلوا ويحاولوا معك، اكيد هذا بتوصلي معه لمحل. اما اللي ما بده يتعاون وما بده يشتغل ورافض خصوصا بالكبار، ما فيك تقولي انه هذا بيترفع، بتكون عم تظلم الباقيين. بس كمان عم نظلم الولد نفسه هون، نحن بدنا نروح المدرسه قد ما فيها تراعي ظروف الفرديه. بالفعل. طيب نحن رح نتابع أكيد معكم حلقتنا إن شاء الله، ولكن اسمحوا لنا نتوقف مع فاصل. إذن مشاهدينا ومستمعينا نتوقف مع فاصل ثم نعود لمتابعة الحلقة. نحييكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا، ونواصل معكم حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج في بيتنا الثاني. أعود وأرحب بكم ضيفي العزيزين، أهلا وسهلا فيكم. إذن الامتحانات اللي قلنا هي شغل الشاغل بهذه الفترة بين مع أم ضد عند الكثير من الأهالي ومدى جديتها. اليوم بعض الأهالي بيتساءلوا أنه طيب أنه عادة المواد العلمية لها خصوصية دايما، وخاصة لما بيكون مادة حضورية بيكون الولد عيونه كلهم وحواسه كلهم مع الأستاذ، ومع ذلك بيصير في تقصير سواء خلال فترة الشرح أو خلال فترة الامتحانات. طب اليوم هيدا المواد اللي هي ما كتير نظرية، خلينا نقول فيها جزء كبير من التطبيق، كيف ممكن هيدا الولد يقدر يكون فاعل وحاضر، وكيف ممكن عن جد تنقبض بشكل جدي العلامة أستاذة زينب؟ هلأ هون نحن بدنا نروح شوي لدقة أكثر بالموضوع التقييم، بده يصير فيه لقاءات فردية بين الأستاذ والتلميذ لحتى هي عن جد تقدر تقيم، وهذا الشيء عم بيصير بال أكيد طبعاً أكيد لقاءات فردية لحتى تقدر هي عن جد تكون دقيقة بالتقييم، لحتى تقدر تشوف وين هو التقييم، ليه لنعرف نحن وين نقاط ضعف التلميذ، وين هو عنده ضعف، وين بعد مش ملحق معنا، وين هو مقصر، وين عنده تقصير، وهي بدها ترجع تتابع معه بعد الامتحانات هو التقصير، بدها ترجع ترمم الأشياء لحتى يرجع هو يكمل يصير على مستوى رفقاته. فهي مجرد بتفتح معه اللقاء الفردي اللايف، هي في عندها بده يحل قدامها مسائل، بده يفرجيها شو اشتغل، في اوقات بمواد تانية في اشياء اورال كمان، هيدا كتير بيساعد، يعني الاشياء الاورال ما في مهرب منها ابدا، لا غش ولا، هيدي كمان التقييم سهل.
الأشياء مثل الرياضيات وهيدا بدها قد ما في الأهل بدهم يمدوا إيدهم وإيد المدرسة سوا لحتى يقدروا يتعاونوا ويقدروا يكملوا مع التلميذ يقدروا يساعدوه. يعني الأهل من مال بيتعاونوا مع المعلم المدرسة كمان، إذا الأهل اللي عندهم شوية ناقص كمان المدرسة بدها تتعاون معهم وتساعدهم. وهذا نحن ما كان بيصير قبل، معنا كل أرقام الأهل وعلى الواتساب تواصل دائم. يعني أي مشكلة الأهل بتواجههم دغري بيتواصلوا معنا، نحن دغري أكيد بنساعد، لأنه غير هيك ما فينا نكمل. بالتعاون هو بده يمشي الحال بين الأهل والمدرسة، وأكيد بالتالي بتعكس على التلميذ أنه نحن نساعده، الأم بالبيت والمعلم كمان. حلو، بده جهود متضافرة من كافة فريق العمل. أستاذ فايز، اليوم يعني من بعد سنة الماضية وهلأ نحن السنة وصلنا لشهر أذار، نحن من بعد كل هذه التجربة إذا بدنا هيك نستقرأها، شو لقيتوا أكثر شيء صعوبات ما بين التلميذ والكادر التعليمي؟ أي مواد أكثر شيء لمستوا أنه عم بيكون عن جد فيها مجهود أكبر وتعب بإيصال الفكرة عن طريق هذه الشاشة؟ هلأ أكثر شيء صعوبة هي المواد أو اللي بتتضمن مهارات بحاجة يتطمن عليها، مهارات يدوية. يعني بعطيك مثال، هلأ يمكن اللغات أكثر في تعبير شفهي، قادرين يكون في أورال كوميونيكيشن بيناتهم، بيقدروا يعبروا. ولكن مثلا اذا بحكي بالمهارات المخبريه بالعلوم فيها مشكله، المهارات الرياضيات بعطي مثال بسيط، يعني انا لما التلميذ بدي اعلمه كيف يرسم الدائره وكيف يقيس الزوايا، هذه الاشياء التفصيليه، هذه المهارات اللي بنسميها المهارات اليدويه، كان الاساس بهالفتره هيدي يبرم عند التلميذ وبيشتغل معهم يعني الى حد ما بشكل فردي لحتى يقدر. هذا من يعني من الصعوبه بمحل. اكيد كمان بالاضافه لبعض المواد الادائيه والمعلوماتيه واللي بحاجه لانه يكون عم بي قدامه عم يعمل هالمهارات عم بيطبقها التلميذ قدام الاستاذ ليعطيه الملاحظات، هيدي كانت من الصعوبه بمحل. كنا عم نتفق انه دائما هيدي تكون بالوقت الحضوري، ولكن مثل ما قلتي قبل شوي انه الحضوري فتره صغيره وبعدين رجعنا وفتنا بلوك داون طويل كتير، يعني هلا حيصيرنا 3 اشهر نحن على فرد صحيح. انا بس بدي اضيف نقطه كتير مهمه كتير عم لاحظها عنا، انه صار في كتير توجه للاستاذ الخصوصي بالبيت، بظل اكيد الام العامله يلي اوقات عم تضطر تظهر على شغله ما عم تقدر تلحق تتابع اولادها وتدرسهم. وكمان ما بدنا ننسى انه في امهات كمان مستوى التعليم لهم ما بيسمح لهم انهم عن جد يتابعوا اولادهم، بالاخص اذا اولادهم بمراحل يعني صاروا بالمتوسط او بالثانوي، كثير صعبه على الام تضل تتابع اولادها، فهون كثير عم يلجأ للاستاذ الخصوصي، وهذا خلق لهم ضغط اقتصادي اضافي. يعني صحيح للاسف. نعم. بس هيدي ظاهره كثير ما بنقدر نخفيها. الاستاذ بالفعل احنا افردنا حلقه عن الاستاذ الخصوصي. صحيح. والطلب عليه، زياده الطلب عليه في هذه الفتره. هون على سيره كمان الضغط استاذ فايز، يعني اليوم كمان صار سعر اللابتوب بالستة وسبعة وثمانية مليون. صحيح. ونحن صارت هذه الشاشة هي عملية أساسية بنقل التعلم ما بين الأستاذ والبيت. كيف المبرات أخذت هذا الموضوع بعين الاعتبار؟ أنه في عنا كتير بيوت يمكن هي تحت خط الفقر، أو بيوت يعني فيها كتير مستوى التعتير، لا سيما في هذه الأزمة المشتدة حاليا. بنقول الحمد لله أنه يعني بلشنا بهذا الإحصاء وبلشنا بموضوع المساعدة للي ما عندهم قبل غلاء وارتفاع سعر الدولار، يعني لانه هي بلشت من هذيك السنه. فبتعرف يعني كل ان نعمل احصاء مين عنده لابتوب، مين عنده تليفون، مين عنده ايباد، او بهالطريقه التابلت، يعني صرنا لحد ما التابلت بيلبي بالغلط المطلوب، فصار في نوع من المساعدات على مستوى الجمعيه، يعني على مستوى جمعيه المبرات صار نوع من المساعدات لنقدر نامن لاكثر عدد ممكن هالادوات هيدي، لانه هلا بهالوقت الوقت الحالي صعب جدا، يعني اللي حدا بيخرب من اللابتوب هيدي صارت مثل المشكله عند الاهل، يعني واللي عنده لابتوب صار عنده ثروه اليوم. 100%. طيب رح نروح لمغلفنا الاصفر مع فقره وسائل التواصل الاجتماعي. اما السؤال اللي طرحناه على الفيسبوك كان على الشكل التالي: قديش كانوا اولادكم جديين بالتحضير للامتحانات اونلاين، وشو هي ابرز الصعوبات اللي واجهتوها معهم؟ نبدأ بالأستاذ كريم عاصي، بيقول: التلميذ الذي كان جاداً في التحضير والاستعداد للامتحان هو جاد في التحضير للامتحان عن بعد، بتفاوت بين تلميذ وآخر. الأهل يؤثرون في اهتمام أبنائهم، وهذا عائد لمدى وعيهم، إلا أنه هناك الكثير من المعوقات التقنية التي تجعل عملية التقييم عن بعد ليست كما يلزم. هناك شعور عام بعدم نزاهة الامتحان لدى الكثير من أطراف العملية التعليمية، وهذا ما يجعل التقييم يفقد أهميته.
أبو حسن بيقول الجدية كانت ممتازة لدى الأولاد رغم التعب الجسدي والنفسي اللي عم بيعاني منه الأولاد، وأكيد مع التشجيع من الأهل، ولكن المشكلة الكبيرة بالإنترنت والكهرباء، وأحياناً في كثافة بالدروس تشعر أو تشعر الطالب وكأنه يعيش حياة طبيعية، بل على العكس هو يعرف كل ما يدور حوله. جعفر بيقول الجدية صفر، هلأ تحط علامة لولا تدخلنا صراحة، وطبعاً أبرز الصعوبات هي الكهرباء والنت. نجوى بتقول حسب المدارس وكفاءتها، نحن بعد ما عملوا امتحانات واكثر المدارس بعد ما عملت ناطرين ليرجعوا التعليم او ليرجعوا التعليم المدمج. طيب رجاء بتقول باختصار بالوضع الراهن والاونلاين المستجد بدون تحضيرات مسبقه هو جهد الاهل وبس، حتى الطلاب المميزين كانوا هالسنه بحاجه لمساعده جديه ومواكبه يوميه، للاسف لانه في كثير محاور ما كانت عم توصل مثل ما لازم، لانه بكل بساطه كان بدها حضور وتفاعل مباشر. خوفي من السنين اللي جاية كيف حيتم التعامل مع الطلاب، يعني هذا هاجس كبير. سمر بتقول طالما المدرسة وإدارتها وكادرة التعليم جدة لازم يكون الأهل جديين، وهذا بينعكس على التلميذ، وقت التلميذ ما عنده خيار إلا الجدية والتحضير الجيد، لأنه ما في تلميذ بيحب الامتحانات معها. نعم. مريم بتقول هاي السنة كلها غير جدية، مش بس بالنسبة للأولاد، يعني أنا أم وعم بدرس بالحوزة وأبدا ما حبيت الدرس أونلاين ولا قدرت أقبضها جد، ولا عم حب أسمع المحاضرات عن طريق الفويسات، وبالنسبة للامتحانات شوية فلفشة بالكتاب. منى ناصر بتقول أبدا ما كانوا جديين والكهرباء صفر ونت صفرين. أما وفاء بتقول الأهل هم الركيزة والبوصلة في جدية التعليم الإلكتروني. ماذا عن تعليقاتكم على هذه الآراء؟ لا أكيد يعني موضوع يعني أكيد اللي كان أخذ جدية بفترة التعليم فترة الامتحانات كان عنده جدية أكثر، ولكن فترة الامتحانات بتخلق نوع من الجدية أكثر عند الأغلب، لأنه بحسوا نوع من أنه في شيء استحقاق مطلوب منهم، فبتعمل نوع من الجدية أكثر. أكيد التقنيات والكهرباء والإنترنت هذه نحن يعني قد ما فينا عم نقدر نعمله، ولكن هذه مشكلة الدولة ومشكلة يعني مشكلة البلد بكل سنة. تفاوت بالمدارس كنا نحن نتمنى أن نعمل الامتحانات حضوريا، بس واضح أنه قديش صرنا وقد ما أخرنا عم نأخر أكثر، يعني ما عم نوصل، ما في شيء واضح قدامنا بالأفق. يعني حتى هلأ لليوم نحن ما في شيء مبين أمتى التلاميذ ترجع أو ونتمنى أنه ترجع من بكرة، ولكن الهاجس عم يكبر عند الأهل بالعكس. يعني الشيء اللي بدي أقوله بمواقع التواصل الاجتماعي دائما في شغلات بتكبر أكثر، في ناس بعدها يمكن عايشة ببعض الملاحظات اللي بلشنا فيها العام الماضي. أنا بقول لك نحن بلشنا السنة الماضية وتجربة جديدة، الحاجز الخوف اللي كان عند المعلمين وعند الأساتذة وعند الأهل من التكنولوجيا إلى حد ما انكسر بشكل كتير كبير، حتى عند التلاميذ يعني صح. أولادنا نحن كلنا بالمدرسة ومنشوفهم كيف هلأ صاروا قادرين يتعاملوا مع التكنولوجيا، حتى على مستوى الطباعة باللغة صحيح. العربية واللغة الأجنبية لما صاروا يقدر يطبعوا، تخيل أنك بهذا العمر صار يقدر يطبع. الأساتذة مع الوقت تطوروا كتير، غير التدريبات اللي عم تعملها المؤسسات لألون، ولكن بطبيعة الحال لما أنا عم مارس هالعملية كل يوم صار في تطور أكثر بعملية بالفعل. الشرح أونلاين لما أنا بلشت بالسنة الماضية شيء وهلأ مختلف تماما. ففي البعض بعضه عايش بفكرة أول ما بلشنا بالأونلاين وبيعمم يمكن على كل التجارب، لا في تجارب هي بتفرق يمكن من مدرسة لمدرسة، وأحد المستصرحين قال إنه صح. عم بتكون المدرسة هي أساس بهذا العملية، يعني في مدارس عم بتكد وتجتهد لتوصل لنتيجة مختلفة. هون قد ايه عم ينظلموا بس طلاب تكون المدرسة زينب، يعني بس تكون المدرسة جدية يعني تعطي وقت، مثلا عندكم وقت الامتحان من 8 مثلا الصبح للوحدة بعد الظهر حيتقفل الامتحان، قد هو الولد بده يكون عم بيسابق ليعمل امتحانه، هو اهله حيكونوا عن جد جديين. عفوا السؤال، لا عم بقول لك انه الاختلاف بين المدارس، وانه احدى المستصرحات قالت انه اختلاف بين المدارس صحيح عم بيكون كثير عنصر صحيح. فهون قد ايه عم ينظلموا طلاب مزبوط. لما عم بيكونوا يمكن بمدرسه مستواها او منع عم بتكون مفعله فريقه لدرجه انه يوصل الولد لهيدا الجديد، بس هيدا المشكله عم نعاني منها يعني حتى قبل الاونلاين. واختلاف المدارس بياثر على الطلاب نتيجه الطلاب، فهيدي هي اجت بخلال التعليم الاونلاين يعني زياده اكثر انظلموا فيها الطلاب. هون انا ما فينا نقول الا انه قد ايه الاهل بيقدروا يساعدوا اولادهم بقلب البيت ويتعاونوا مع المدرسه. بس هلا بلشوا الاهل يحسوا فيها، يعني هلا بهذه الفتره من خلال ما عرفنا بلشوا يحسوا انه لا بهالمؤسسات يعني قديش في
الاولاد عم تتعلم بدل مطارح تانية الاولاد ما عم تتعلم شيء يعني صحيح. يعني بلشوا يميزوا بالاهل يعرفوا قيمه المدرسه. بدي لك العام الماضي كان كل الاهل اخذين موضوع انه خلص نهايه السنه وخلصت وما ما اخذوا الموضوع جدي على اساس الولد اخذ 7-8 أشهر يمكن فتره طبيعيه. اما هالسنه مع صرنا يعني اكثر من 7 أشهر من هذا العام الدراسي وبلش يحسوا الفرق انه لا في تلاميذ بمدرسه تعلمت بلش يلاقوا هذا الفرق. صح. حتى بعض المدارس بعض الاهالي استاذ فايز ببعض المدارس اعتبروا انه هذا السنوات رح تمرق هيك فحتى يمكن نقلوا ابنائهم من مدارس بمستويات معينه لمدارس دون لانه اعتبروا انه خلص بكل الاحوال نعم اعتبروا عم يدفعوا مصاري على الفاضي على الفاضي. ولكن مثل ما تفضلت انه لا عم تبين الايام انه في تباين يعني مثل ما بقول بكل الظروف الاقتصاديه الصعبه لما مدارس مثل مدارسنا بدل محافظه على العدد التلاميذ اللي موجود فيه بهذا العدد الكبير هذا دليل ثقه الناس فيها ثقه الناس بهالمؤسسه نتيجه التجربه معهم. في النهاية أكيد كل مدرسة قديه القصط قديه بدها تعطي يعني ما حتكون القصط قليل وهي بتعطي كتير ومتابعة كتير وجدية كتير يعني بدو يعرفوا الأهل أنه نحن بدنا نغير مستوى المدرسة بتغير مستوى أولادنا. بس بهالأيام صار مش التعليم صار التعليم يعني أرخص شيء بالنسبة للأهل كقديش مبلغ يعني قد ما كان القصط المدرسة اللي عم تاخده نسبة للغلاء نسبة للدولار ما بيطلع ويطلع أي شيء بالفعل صار فكمان شي. يعني الأهل بعض المطارح عم بيكون عندهم الاعتراضات انه احنا اولادنا اونلاين بس احنا الاونلاين عم يتعلموا مثلهم وبدي يعني وجه تحيه لكل المعلمين وامبارح كان عيد المعلم بالفعل. فالجهد اللي عم يبذل من المعلمين بهذه الفتره عم نحكي طبعا عن المؤسسات اللي اخذ الموضوع بشكل جدي وعم تتابع جهد اضعاف مضاعفه عن قبل اضعاف مضاعفه عن الشيء اللي كان قبل فبالتالي بيستحقوا على القليل يضلوا محافظين على نفس الرواتب اللي كانوا يحصلوا عليها. عشان هيك نحن التعاون الاهل دائما بكل الجوانب نحن والاهل بدنا نكون بالفعل. بنروح نحن وياكم للمغلف الزهري مع فقرة صورة وتعليق. رح تظهر قدامنا على الشاشة هذه الصورة شايفين هذه اليد وكاتبين يقولون يموت مريضكم على يد طبيب نجح بالغش وتنهار بيوتكم على يد مهندس نجح بالغش وتخسرون أموالكم على يد محاسب نجح بالغش ويتفشى الجهل في عقول أبنائكم على يد معلم نجح بالغش. انهيار العلم يعني انهيار الأمة. ما الكلمة التي توجهينها أستاذة زينب في ظل الغش المنتشر اليوم؟ للأسف نعم للأسف هي كلمة غش مش حلوة أبداً. نوجه كلمتنا للأهل أنه أعطوا فرصة لأولادكم وكونوا شوي عندكم شوية وعي أنه هيدا نعطيهم الفرصة وهن يحاولوا يحصلوا عن جد الشيء الحقيقي اللي هن عندهم إياه. عرفوا قديه عندهم مخزون تعليمي وحاولوا أنه تساعدوهم لحتى يكتملوا حتى عن جد يصيروا هن بأتم جهوزية لينتقلوا لصف تاني أو لحتى يعملوا امتحانات بشكل جيد. مش الغش هو الحل ابدا والعلامات. طب ما بيشفع على الاهل اليوم الضغط اللي هن عايشينه بدهم يخلصوا بسرعه مثلا فيهم يعني هو الضغط على الكل هو بالنهايه ما عادش في حلول يعني هيدا الحل اللي قدامنا يا اما بدنا ندرس اولادنا ونتعب معهم ونضغط معهم يا اما بدهم يغشوا اولادنا وينجحوا وهن مش بس هيدا الكلمات بتحسسنا انه نحن قدام مسؤوليه عن جد انا عندي طبيب فعلا. ناجح بالغش يعني شو فعلا هيدا الوعي اللي عم نحكي عنه نحن انه نحن عن جد نكون واعيين انه اذا نحن غششناهم مش حيستفيدوا يعني ما حن عن جد نوصل للنتيجه اللي نحن بدنا اياها. نعم حابب تعلق شيء قبل ما اكيد نعم. يعني من اخطر انهيار العلم يعني انهيار جيل جيل مستقبل. نعم. بالنهايه اولادنا هن حيكونوا مستقبل هذه البلد وهن حيكونوا الاطباء وحيكونوا المهندسين وحيكونوا كل شيء بهالمجتمع. فلما على مدى سنتين ما يتعلموا كارثة للمجتمع لبعدين. وهون يعني نتمنى من الدولة تدرس قرارات الوزارة المعنية بالموضوع بموضوع الحضور للتلاميذ. نحن مع الإجراءات الصحية والوقائية الكاملة وخوفنا على كل التلاميذ والمعلمين بس يكون في نوع مثل هالتجارب الدول اللي بنعتبرها تجارب ناجحة يعني خصوصا بمراحل الاطفال الصغيره لازم يكون في لهم حضور بعدهم على المدرسه مراحل تاسيسيه بالاخير عم بدمر جيل لبعدين. وهون بده يعني نحن هون في خطوره وهون في خطوره
يقيسوا وين الخطورة الأكثر ويمشوا بالأقل مثل ما بيقولوا بالأقل خسارة. فبالمراحل هلا بشوفنا هنا كثير من يعني المعنيين بالوزارة بيحكوا بس بصفوف الشهادات الرسمية، نحن لا بنقول أكثر موضوع رياض الأطفال وموضوع الحلقة الأولى، هذا الدمار اللي عم بيصير وهالانهيار نحن عم نعمل كل جهدنا نعوض لهم، ولكن ما في شيء حيعوض حضورا الشخصي وحضورا على المدرسة والتفاعل مع المعلمين مثل ما كان يصير. كمان يبني عرش عظمته على صفحة ما بالكبار تقدري إلى حد ما تعوضي نسبة كبيرة، بس نعم. بالصغار نحن ما عم نعمل جهد كتير كبير، والمعلمات يمكن عم يعملوا جهد مضاعف ومضاعف وأضعاف أضعاف، ولكن أكيد نحن عم نخسر كتير. يعني كارثة إذا بيطلع عنا جيل أمي هلأ مثلا، عم تخسر كتير من المهارات الاجتماعية عند الولد، واللي هي هذا اللي بيعوزها الولد بس يكبر. هذا كيف بتنمي عليها بهالمهارات، كيف تنمى عنده هو اللي بيقدر يستخدمها بس يكبر، وهذا اللي ما عم يقدروا الوزارة المعنية تساعدنا بهذا الموضوع. هذه عفوا رجعتنا للفقرة اللي قبل لما حكينا عن الترفيع التلقائي، انه هو ما بيكون مؤهل انه يترفع على الصف وبيترفع. نعم بالفعل. طيب رح نروح كمان لهذه او هذا التعليق كمان، لمن يعمل في التعليم لا تنسوا اللطف داخل قاعات محاضراتكم، حتى لو عم نحكي هلا اونلاين، يعني الامتحان امتحانه له وهرته وان كان بنسبه ما، لا تنسوا اللطف داخل قاعات محاضراتكم، كل طالب جاء وله حلم وهدف، نحن لا نعلم نحن لا نعلم عن حياته ولا ظروف يومه، كم من ابتسامه او كلمه طيبه او تغاضي عن زله انارت عتمه روح وزادت طموح يائس واعادت بناء شغف محطم، سيعبر الأشخاص وتذهب الأيام ويبقى أثر جبر الخواطر. هذا دور المعلم المربي، دور نعم. المعلم المربي الرسالة إذا كان بالحضور أو بكان أونلاين، هذا الشق من عمله ضروري ليقدر يتعامل مع التلميذ من ناحية يعني الشيء شق التعلم العاطفي الاجتماعي. هون بده يكون كتير، ونحن هلأ أكتر شيء بحاجة لهالشق هذا أنه نعززه ونشتغل عليه أكثر بين الأستاذ. أستاذ فايز، انتشرت من فترة يعني خاصة ببداية الأزمة انتشرت فويسات لمعلمين شديدة اللهجة عم بخاطبوا فيها طلابهم بشكل معنف، يعني بحال ما درستوا رح توصلوا لهيدي النتيجة. بدأ أحكيك أنا عن تجربتي بهذا المجال، أنه نحن عنا على المنصة مثلا بيبعتوا التلاميذ الفروض، فيني أنا رد تصحيح كتابة، فيني بصورة، فيني بستيكرز، فيني بشي، أنا بفضل رد عليهم بفويس مسج، يسمع صوتي أنا وعم رد عليه، أنا وعم صحح له بطاقته، أنا وعم بحكي. هذا قد الولد عن جد زاد تعلقهم فينا، حتى لما أكون أنا معهم باللايف سيشن كيف بصيروا يودعوني عن جد، عن جد حنشتاق لك، وبصيروا يبوسوني مس باي، وانا بنفس الوقت كيف بباديهم عن جد هن صار عندهم تعلق، صار ينطروا امتى انا بدي اطلع معهم لايف. هذه الروح الحلوه قد ايه بتشجعهم هن عن جد كمان يتعلموا. حلو حلو بهذه الفتره عن جد يمكن بدنا نضاعف كلنا قدراتنا طبيعي لحتى نوصل. طيب عندنا هذه الصوره الاخيره، استاذ عم يشرح للتلميذ اذا اردت ان تتقن شيئا ما قم بتدريسه للغير، ان اعظم طريقه للتعلم هي ان تعلم. هون قد ايه كمان يفترض بالبحث عن دراسات يمكن أو طرق أو وسائل لاختصار هذه العملية اليوم، يعني كيف الواحد بدنا نقول بالعكس في ناس تعطي بطريقة معاكس. تفضل. عندي شيء ضروري، يعني نحن شيء اللي بيميز تجربتنا كمدارس المبرات من القيمين على صنع القرار التعليمي أو التربوي هن معلمين لحد الآن. يعني ما في حدا من اللي بيعملوا قرار تربوي على مستوى إشراف وعلى مستوى يعني إدارة عامة بالعلم بالشأن التربوي هن ما زالوا لحد الآن عندهم حصص تعليمية، يعني على أرض الواقع مش عم بينظروا. إذا أنا عدت بعيد بصير قراراتي بمحل تنظيري بصير فيه هو أكيد هو الشغل على أرض الواقع جدا بيختلف عن النظريات اللي نحن مندرسها بالجامعات. بس تفوتي على الصف وتشتغلي مع التلاميذ عن جد تتفاعلي معهم يتفاعلوا معك عن جد بتلاقي الفرق. طيب اليوم إذا بدنا نحكي قلنا في طلاب خضعت لامتحانات، في طلاب بعد ما خضعت للامتحانات، اليوم برأيك من الناحية التربوية ومن الناحية النفسية قد يفترض أن يكون الحصص، هلا هي حصص عم تكون طبعا يعني يدوب الأستاذ يلاقي فيها وقت لا يشرح الفكرة أساسا، ولكن قد لازم يؤخذ بعين الاعتبار بالفعل شق منها لحتى يمكن أنه أنغذي الروحية عند الطالب خاصة بفترة الامتحانات اللي هو أصلاً رح يتعرض فيها لضغوطات من البيت ومن المدرسة، وعارف أنه في عنده يمكن امتحان بده يخضع له وعلى أساسه بيترتب نجاح أو رسوب أو ما شابه. قد لازم كل أستاذ يكون
عم يلعب هذا الدور اليوم؟ هذا الضغط الزيادة اللي نحن قلنا عنه، المجهود الإضافي اللي نحن عن جد بدنا نشتغل عليه، هو عن جد بينبع، هو الأستاذ هو مربي بداية، هو منه أستاذ بس بيعلم مادة بس شيء جامد، هو عن جد في عنده تفاعل مع طلابه، لازم يشجعهم يعطيهم ثقة بنفسهم، لازم يحسسهم أنه هو عن جد حدهم، أي متى ما لقوا صعوبات هن بتوجهوا له، يعطيهم ثقة بنفسهم، يعطيهم الأمان أنه أنتوا بتقدروا وقادرين تكونوا وقادرين توصلوا. هيدي قدبت عن جد بتعطي دفع على التلميذ، وقدبت بتعطيه positive vibes أنه يقدر عن جد يكمل. حلو، مثل ما قلنا انه الكلمه احيانا ممكن تعمر او تدمر. طيب نحن وقتنا تقريبا شرف على النهايه، رح نختم مع فقره الهرم. هذا الهرم اللي عباره عن مجموعه من الورود اللي بيمثل شخصيه كل طفل، كيف ممكن نبنيه مع مجموعه من النصائح او الاشارات او يمكن نقاط ما ذكرناها خلال الحلقه حابين نضيفوها. بدي اعزبكم ورده من حضرتك استاذ فايز وورده من حضرتك استاذه زينب حتى يكتمل هذا الهرم. مين بيحب يبلش؟ تفضل استاذ فايز. تفضل، يلا عندك. بدي وجه نصيحة للأهل، الصبر هو أهم شيء نحن بهيدي المرحلة اللي عم نمرق فيها، يصبروا قد ما بيقدروا على أولادهم. بلش من نفسي أكيد طبعاً، نعرف كلنا قد إيه نحن الضغوطات اللي عم نمرق فيها عن جد مش سهلة أبداً من كل النواحي، بس بدنا نطول بيننا لعله هيدي المرحلة بتمرق وإن شاء الله بأقل خسائر ممكن. وبتمرق على خير إن شاء الله. إن شاء الله. الوردة أنا بدي وجه يعني كمل بتحيتي للمعلمين وكمان نقول لهم يعني المرونة والصبر على هالجهد الكبير اللي عم بيقوموا فيه. يعطيهم ألف عافية بالفعل. الوردة البرتقالية أستاذة زينب الفايز. أنا كمان بدوري طبيعي بدي وجه تحية للمعلمين اللي عن جد عم يتعبوا، هن يمكن هلأ جدني مجهول مش كتير عم يحكوا بأتعابهم، بنحكي مثلا بالنرسات وبالدكاترة، المعلمين شوي حقهم مش كتير عم يحكوا، بس نحن عن جد عم نتعب، والأهل هن عم يحكوا عن دورهم قد ايه هن عن جد عم بيعلموا وعم يتعبوا بالبيت كمان. نحن عن جد عم نتعب. يعطيهم الكل ألف ألف عافية. نعم جميل. أنا بدي يعني تمني وطلب ورجاء من القيمين على التعليم بالدولة أنه يدرسوا الأمور بواقعية ويكونوا على الأرض معنا أكثر ليقدروا يعطوا قرارات فعلا تفيد التلميذ والمعلمين. بالفعل. الوردة المقبلة الأخيرة أستاذة زينب. أنا كمان بدي وجه كمان لوزارة التربية كمان أنه كمان إذا في حلول قد ما بيقدروا لنساعد عن جد الصرخات اللي عم تطلع من الأهل، صرخات عن جد الوجع والنقص اللي عم بيعانوا منه من أجهزة إلكترونية، نقص أو تلف بالإنترنت أو بالكهرباء، عن جد يحاولوا يلاقوا حلول، لأنه هذا المدة إذا طولنا هذا الحال حنروح عن جد لدمار ولا عن جد خسائر كتير. آخر شيء يعني كمان المعلمين يكونوا بالأولوية باللقاح ضد فيروس كورونا، حتى لأنه كمان هم من جهود الأساسيين لهذه المرحلة بالفعل. وبنختم بدي عزبك أستاذة زينب الضيفة هذه الطابة الحمراء اللي بتمثل رشة الحب على هذا الهرم، وكمان نختم منقول بدون الحب لا ينمو طفل أو يكبر. أشكركم جزيل الشكر ضيفي العزيزين على حضوركم ومشاركتكم معنا في هذه الحلقة، وكل الشكر لكم مشاهدينا.